تعالوا بقى نشوف بعض النقط قبل ما نروح كمان للحالات الفنيه، عشان احنا معانا السيد خوان فيلتس، وهو رئيس مدير تحرير جريده سبورت الاسبانيه، الجريده اللي نزلت الخبر الذي يتعلق بعمر مرموش وحقيقه ربط انتقاله ببرشلونه الاسباني. فتعالوا نرحب بالسيد خوان. اهلا بحضرتك يا فندم في برنامج سوبر ليج عبر اون تايم سبورتس المصريه. مساء الخير على حضراتكم جميعا. من دواعي سروري أن أقوم بهذه المداخلة مع حضراتكم وأتحدث حول مرموش وحول اللاعبين المصريين. أولا، الجريدة عند حضرتك نزلت خبر عن اهتمام نادي برشلونة باحتمالية انتقال نجم مصر المتألق في الدوري الألماني عمر مرموش، وكان قد سبق بعض التقارير أن في ناس من الكشافة والسكاوتنج تيم خاص ببرشلونة بيتابع عمر مرموش مباريات الدوري الأوروبي. ما هي حقيقة اهتمام برشلونة بانتقال عمر مرموش للنادي الكتالوني؟ حسنا، إن برشلونة يعد ويجهز الآن في هذا الموسم بدءا من شهر يناير المقبل، وهو يحتاج أيضا لتعزيز خط هجومه كما تعلمون الآن بلاعب رائع مثل عمر مرموش الذي يضيع صيته في العالم أجمع والجميع يتحدث عنه الهان لما يبليه من بلاء حسنا. أيضا باريس سان جيرمان أبلى بلاء حسنا وأظهر نيته في التعاقد مع عمر مرموش، ونحن هنا في برشلونة أيضا مهتمين جدا بها هذا اللاعب. لو حصل وتم كتابة هذا الخبر عن طريق حضراتكم، يبقى من المؤكد أن خوان لابورتا، ديكو، في نفس الأمر هانز فليك، الإدارة الرياضية بالكامل في برشلونة متفقة على أن عمر ممكن يكون حل مهم كبديل لروبرت ليفندوفسكي، كلاعب يقدر يلعب في أكتر من مركز، الجناح الشمال مثل رافينيا، أو يلعب في العمق زي داني أولمو. وهل حصل أي تواصل مع فرانكفورت، ولا الأمر لسه ما أخدش خطوات جدية من أجل انتقال عمر مرموش؟ بالطبع علينا، إن برشلونة مهتم للغاية بالتعاقد مع لاعبين شباب، لأنه كما تعلم لدينا رافينيا أيضا وهو يبلي بلاء حسنا، أيضا في اللاعب لامين جمال وهو لاعب شاب وهو لاعب ظاهرة الآن داخل برشلونة، ولكن علينا أن نعلم جيدا أن لدينا اللاعبين أيضا في داخل برشلونة هم لديهم بعض المشكلات، بالإضافة أيضا لدينا ليفاندوفسكي وهو الآن قد يلعب بشكل رائع، ولكن عليك أن تدرك أن عمر ليفاندوفسكي الآن سيكمل 37 عاما في العام القادم، وعليك أن تعلم أنك يجب أن نبحث عن بعض اللاعبين لإحلال محله وضخ دماء جديدة. في حالة التعاقد مع عمر، هل برشلونة بينوي التعاقد خلال فترة انتقالات يناير المقبلة جدا خلال الشهر القادم، ولا العمل على الصفقة لإتمامها في الانتقالات الصيفية وتعزيز قدرات الفريق الهجومية عن طريق عمر مرموش؟ برشلونة في الآن كما تعلمون يرسلون الكشافة ويقومون بدراسة الموضوع بشكل جيد، ولكن حتى الآن ليست هناك تأكيدات إذا ما سيكون في يناير، ولكن هو يود أيضا برشلونة أن يكون أسرع ما يمكن، ولكن علينا أن ندرك جيدا أن الوضع أيضا يتوقف على الشق الاقتصادي داخل النادي وداخل الاتفاقيات، أيضا ممكن أن يكون في شهر يوليو القادم أو في الانتقالات الصيفية، هذا ما أتوقع أنه سيكون من المؤكد. زي ما حضرتك قلت فيما يتعلق بالأمر الاقتصادي، برشلونة ما زال عنده بعض العقوبات أو بعض المشاكل الاقتصادية فيما يتعلق بالتعاقدات وفيما يتعلق بقيد اللاعبين الجدد، فهل لابورتا هيشتغل على كده من دلوقتي؟ لأن من المتوقع أن فرانكفورت يطلب رقم كبير في واحد من هدافين الدوري الألماني المتألق بشدة عمر مرموش، وهل صفقات الرعاية الأخيرة هينتج عنها واحتمالية افتتاح الكامب نو في إبريل ينتج عنها ضخ أموال في الصفقات ممكن يكون عمر مرموش؟ وهل محمد صلاح محط اهتمام لاعبي نادي برشلونة؟ حسنا، بكل تأكيد عندما تتحدث الآن عن توقيع مع لاعبين مثل هؤلاء فعليك أن تعلم جيدا أننا نتحدث عن تخطيط جيد داخل برشلونة، ولكن برشلونة يهتم أيضا باللاعبين الشباب كما ذكرت في بداية حديثي حتى يتم ضخ دماء جديدة. أما بخصوص موضوع صلاح، صلاح بالطبع لاعب ظاهرة ولاعب هداف في الدوري الإنجليزي، ولكن يبدو جيدا أيضا ويبدو مهم للغاية كما ذكرت في برشلونة موضوع السن، وأيضا موضوع صلاح فهو غالي للغاية بالنسبة لبرشلونة.
أخيرا، هل ترى أن المشاكل الفنية الموجودة في الملعب لبرشلونة المفاجأة خلال المباريات الأخيرة واقتراب ريال مدريد وأتلتيكو مدريد من صدارة الليجا، هل ده هيتم يعني تعويضه خلال الفترة الجاية؟ هل برشلونة هيقدر يرجع مرة تانية للصدارة، خاصة أنه ماشي كويس في الشامبيونز ليج، فهنا المنافسة وقائمة محدودة جدا بالنسبة لبرشلونة، وماذا تتوقع للمنافسة على الليجا؟ حسنا، برشلونة يلعب جيدا ويبلي بلاء حسنا، وهذا أيضا ظهر جيدا ضد لاس بالماس المباراة الأخيرة، ولكن كما ذكرت الآن أيضا المدير الفني قام ببعض التغييرات وقام ضخ أيضا لاعبين الشباب ويحاول جيدا دمج اللاعبين الشباب مع اللاعبين ذوي الخبرات مثل ليفاندوفسكي، وأيضا نعلم أنه قد تمر ببعض المشكلات ولكن تعافى جيدا وبرشلونة يتعافى الآن. السيد خوان فيلس مدير تحرير سبورت الأسبانية، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا عبر برنامج سوبر ليج وقناة اون تايم سبورتس المسائية، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضراتكم وأشكركم على هذه الدعوة، شكرا لحضراتكم.